ضد حرق العالم ديال المغرب، حيت حنا ماشي جينا هنا باش نوضوا شي حاجه من البلاد ولا شي حاجه ولا الشغف. حنا مش كنديروا الشغف، حنا كندويو غير على حقنا. انا راه كنسكن هنا قريب، ولكن انا ماشي دويت على حسب راسي، انا ماشي انانيه، انا داو باسم كلشي. انا كندوي على خوتي اللي تيقراو معايا بعاد، راه كاين اللي يسكن في اناسي، كاين اللي يسكن في سيدي مومن، انا مدوش على راسي بوحدي. لا ماشي تلاميذات، ماشي تلاميذ هذوك حرقوا الوطن، حرقوا الوطن. وكاين اللي كاع ما كيقرا في المدارس ومشاو للعماله، كاع ما كيقراو بداو. حنا تلاميذ تعرضنا للشفره وشحال من حاجه. حنا كاينين شي تلاميذ مخسرين كاع ما كيقراو. ضدنا حنا طالبنا بحاجه وحده، هو التوقيت والساعه، ساعه سقط لنا الساعه. حقاش ميمكنش حنا نقراو في الظلمه، راه ملي كنخرجوا كنحلوا الشرجم كنلقاو الظلمه. خرجوا مع الصوت، راه حنا في المغرب ونخرجوا مع الصوت. كل اللي عنده السوايع، انا دابا كنسكن الفوق في تشارب، غنوصل مع السبعه وعندي السوايع مع السبعه. خاصهم ينقصوا لنا الناس. كنهضروا مع المدير وشي حاجه كيقول لنا هو الصراحه من حقهم يديروا مظاهره، لان هاد الساعه جديده حرقت العالم كامل وما عجبت حتى شي حاجه. والبوليس عاونونا وساعدونا باش اننا نحتجوا ونوقفوا على الحقوق ديالنا. هذه هاد العمليه اللي داروا خشي راه كدر جميع المغاربه، حتى اصلا الشيء احنا ما قابلينوش، ديما كنعارضوا وغادي نبقاو نعارضوا. علاش؟ حيت هادشي كيضرنا وكيضر صحتنا وكيضر والدينا. حنايا كنبغيو المغرب، ماشي ما كنبغيوش. عاش الملك. ولكن اختي هاد الساعه اللي داروا انا ماشي في الصالح ديال المغرب. بحال دابا انا اختي غتخرج مع السبعه ديال الصباح، غتخرج غيطلقها ولا شفار اختي. واش كاين ولا ما كايناش هاد الهضره؟ السلام عليكم. احنا ضد هذا السلوك بانه يتحرك الوطن العالمي، حيت هذا راه العالم ديالنا. ما غاديش حيت هذاك طرف من بلادنا ما غاديش نحرقوا، ولكن هذه الساعه راه ضارنا احنا بزاف. انا ضد الحرق العالم الوطني، وحنا كنطالبوا بالحق ديالنا بالسلم والسلام، وكنطالبوا